بين أسرار المتاحف اقتنصنا كل آسر وجمعنا كل نادر بين أسرار المتاحف عيننا دوما تسافر بين أسرار المتاحف من نفيس أو ثمين من قديم أو معاصر جاء يهديكم متاحف كنزه مثل الجواهر بين أسرار المتاحف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام في إطلالة جديدة من إطلالات برنامج متاحف. اليوم حنا في مكان جميل جدا في روضة سدير، في هذا المتحف وهذا البيت التراثي الذي يعود لقرابة 60 عام. جميل جدا أن يبدأ الشخص منذ بداية عمره وهو في 17 بالاهتمام وجمع المقتنيات والبدء في صناعة هذا التاريخ الكبير والمضي قدما في جمع المقتنيات النادرة والقديمة كذلك وتهيئة مكان مناسب لها. نجد هذا كله في هذه الحلقة بإذن الله مع الأستاذ إبراهيم الماجد وفي متحفه الخاص الذي يقع في روضة سدير. ابقوا معنا ولا تكونوا بعيدين. اقتنصنا كل آسر وجمعنا كلنا.